بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن نوع من أنواع الخزانات البسيطة جدا، حاجة بنسميها السلايدنج بيز تانك. احنا كنا خدنا تصنيف الخزانات المحاضرة اللي فاتت على حسب البوزيشن بتاع التانك، وعلى حسب الشيب، وعلى حسب الزبان، وعلى حسب الاستخدام، وعلى حسب الجوينت اللي موجوده ما بين البيز والوول. التقسيمات دي كلها لو انت حضرتك خدت منها من نوع البوزيشن بتاع الخزان الريستنج اون سويل والاليفيتد، يديك نوعين خزانات ريستنج اون سويل واليفيتد. لو خدت النوع الريكتانجلر تانك يبقى انا بتكلم على الريكتانجلر تانك اللي هو موجود على سطح الارض، او الاليفيتد اللي هو الخزان العالي. على حسب الزبان بتاع التانك، لو انت خدت النوع اللي هو السمول سبان يبقى انا بتكلم على خزان صغير. نوع الخزان بتاع ستورج هو خزان بيستخدم في تخزين الميه. ولو خدت نوع الوصله ما بين البيز والوول سلايدنج بيز تانك، يبقى انا عندي كده نوعين خزانات ريستنج اون سويل اند اليفيتد Rectangular Small Span Storage Sliding Base Tank. ده الخزان اللي احنا نبتدي بيه، وده اسهل انواع الخزانات بتاعتنا. خلينا نتكلم باستفاضة شوية عن الجوينتس ان ووتر تانكس او الوصلات في خزانات المية. انا عندي الوصلات نوعين، يا اما الجوينتس بتوين الوول and base، يا اما other joints in wall or floor. يعني انا عندي الجوينتس ديت موجوده ما بين البيز والوول، او الجوينت ديت موجوده في الوولز عموما، او موجوده في الفلورز او البيز عموما. تعالوا نتكلم على السلايدنج جوينتس ان ووتر تانك. لو انا حبيت اتكلم على السلايدنج joints in water tank، هلاقي ان السلايدنج جوينتس ديت بتفصل فصل تام ما بين الوول والبيز، فصل تام ما بين الوول والبيز. وفي نفس الوقت عشان الميه ما تهربش من الخزان لازم بستخدم ماده عزله، وبستخدم في المنطقه ديت مادة بمجرد وصول المية ليها، المادة دي بتنتفش وتبتدي تسد الفراغات بحيث ان المية برضو ما تتسربش. وفي نفس الوقت عندي نفس الشريحة اللي احنا بنستخدمها في عزل المية او مادة رابر بتستخدم كفاصل ما بين الحيطة بتاعت الخزان والبيز. الحقيقة المميزات بتاعت الجوينتس ديت ان هي بتفصل فصل تام ما بين البيز بتاعه الخزان وما بين الوولز. كده الاسترنينج اكشن بتاعه البيز والوول الاثنين مفصولين فصل تام عن بعض، ومفيش اي استرنينج اكشن في الوول تاثر على البيز او العكس. بنحتاج الوصله ديت في حاله لما يكون الاسترنينج اكشن بتاعه البيز كبيره ومش عايز انقلها على الوولز، لان الوولز ديت في الحاله ديت هتبقى السترنج اكشن بتاعتها صغيره، او العكس ممكن يبقى الوولز السترنج اكشن بتاعتها كبيره ومش عايز انقلها على الوولز السترنج اكشن بتاعتها صغيره. يبقى انا بستخدم الفصل التام في الجوينتس ما بين البيز والوول في حاله ان انا مش عايز اعمل كونتينيوتي نتيجه سبب انشائي، او ممكن يبقى سبب ان انت عملت النوع ده من الخزان على اساس ان الاستخدام بتاع الجوينت ديت افضل. طيب تعالوا نتكلم على جوينتس تانية موجوده في الخزانات عموما. في عندنا ما يسمى الكونتراكشن جوينتس. الكونتراكشن جوينتس دي بتبقى جوينت بتحصل، او احنا عارفين انها بتحصل في الخزان نتيجة إن الخرسانة بتاعت الخزان خرسانة تخانتها كبيرة والمساحة بتاعتها كبيرة،
احنا عارفين ان مع وجود مسطحات في الخرسانة الطبيعي كل مجموعة او كل جزء من كتل الخرسانة بيحاول يشد بعضه، وبتبدأ تحصل ما بينهم شروخ انكماش. شروخ الانكماش ديت احنا عارفين ان هي مضرة في حالة الخزانات، وبالتالي يا انا اتغلب عليها عن طريق ان انا اسلحها، يا اما لو انا مش هقدر اتغلب عليها في الحالة ديت بعمل اماكن تحصل فيها شروخ. فانا لو جيت في الخرسانة نفسها، دي التخانة بتاعت الخرسانة، وده الحديد اللي فوق وده الحديد اللي تحت. لو انا جيت في التخانة بتاعت الخرسانة نفسها وقمت عامل زي نوتش كده في الخرسانة، فالطبيعي الخرسانة لما يحصل لها انكماش هتلاقي المنطقة ديت الدبس بتاعها كبير، والمنطقة ديت الدبس بتاعها صغير، يوم يحصل شرخ الانكماش بتاعي في المنطقة اللي الدبس بتاعها صغير. أنا بعمل حسابي إن المنطقة اللي هيحصل فيها شرخ بقوم حاطط فيها ما يسمى ووتر بار أو ووتر ستوب. الووتر ستوب ديت عبارة عن شريط من الجلد، شريط من الجلد ده فيه فتحة في جزء كده تخين من النص، عبارة عن جزء دائري. طبعا ده شريط هو دائري في القطاع ولكن مستمر من الجهة التانية، وله منطقة هنا بتتغرس في الخرسانة من الجهة دي ومنطقة بتتغرس في الخرسانة من الجهة دي. المية لو جت تتصرف بتنزل في المنطقة بتاع النوتش اللي أنا عامله وتبتدي تدخل في قلب الشرخ، مع وجود الوتر بار بتبتدي تقف، ما بتعرفش تكمل تسري. أما الباقي الجوينت بتاعتي بتكمل تشريخ لغاية الآخر، ده في حالة الكونتراكشن جوينت، لأن مفيش ما يمنع طبعا الوتر بار ده، فمش هيمنع إن الشرخ يكمل لغاية تحت. في الحالة ديت أنا حكمت الشرخ في مكان، وفي نفس الوقت عملت له التشطيب بتاعه اللي ما يخليش المية تتصرف. في الحالة دي أنا بشطب المنطقة بتاعت النوتش تشطيب عادي خالص، تمام، بحط له المادة العازلة بتاعته وخلاص. حالة الجوينت ديت أنا ما بخافش على حديد التسليح، لأن حديد التسليح بتاعي أصلا اوريدي واقف عند المنطقة اللي هيحصل فيها الشرخ، وبالتالي أنا ما فيش عندي أي مشكلة إن أعمل الووتر بار تحت. طيب تعالى بقى في حالة إن أنا هعمل نوتش والمنطقة ديت الحديد فيها مستمر علوي وسفلي، هيحصل الشرخ في منطقة النوتش بالمنظر اللي قدامك ده. في الحالة ديت لما أجي أشطب لازم أشطب المنطقة دي من فوق، لأنك لو شطبت من النص زي الحالة دي هتلاقي عندك مشكلة كبيرة جدا في صدع الحديد العلوي، لأن المية هتمر على الحديد العلوي الأول لغاية لما البار يوقفها. يبقى في حالة إن الحديد بتاعك بيستمر أنا لازم أشطب الفاصل من فوق، أو في حالة إن أنا هفصل الحديد ممكن أشطب الفاصل بتاعي من النص. الكونتراكشن جوينت ممكن تبقى جوينت فاصل ما بين جزئين في الصب، وممكن تبقى منطقة انت بتعمل فيها نوتش على اساس ان انت تخلي فيه فاصل في المنطقة دي، نتيجة ان كل كتلة من الخرسانة بتبتدي تشد بعضها نتيجة الانكماش بتاع الخرسانة. في عندنا ما يسمى الاكسبانشن جوينتس. الاكسبانشن جوينتس الفرق ما بينه وما بين الكونتراكشن جوينت في وجود مسافة ما بين جزئين الخرسانة، يبقى الفاصل هنا انا بعمله في مسافة ما بين الجزئين بتاع الخرسانة. الطبيعي الاكسبانشن جوينت بتبقى كأنك قاطع الخرسانة بسكينة وفي مسافة ما بين الكتلتين، وبالتالي الحديد بتاعك ما هوش مستمر، كل كتلة من الخرسانة بتبتدي يحصل لها تمدد وانكماش لوحدها. الفاصل بتاعي يا برضه من النص وبديله مواد فوق وتحت،
يا اما بشطبه من فوق. في كلا الاحوال انت بتمنع الميه فقط ان هي تتسرب. اما بالنسبه لحديد التسليح، فحديد التسليح واقف لان في المنطقه اللي بتاعه الفاصل ديت اصلا ما فيش خرسانه، وبالتالي الحديد لازم يقف على جانبي الجزئين اللي في الشمال وفي اليمين. لازم بيبقى عندي انيشال جاب موجوده ما بين الجزئين، ديت المنطقه اللي بيحصل فيها التمدد والانكماش. في عندي ما يسمى بالكونستراكشن جوينتس. الكونستراكشن جوينتس اللي هي المنطقه الفاصل بتاع الصب، ممكن يبقى موجود في حيطه او ممكن يبقى موجود في ارضيه. الشكل اللي قدامك ده موجود في حيطه، فاحنا بنحاول في منطقه الكونستراكشن جوينتس ان احنا نخلي المسار بتاع الميه لو هيحصل تنفيذ من الميه من المنطقه دي، بنحاول نخلي المسار ده كبير عن طريق ان احنا نخلي المسار ده معرج والزوايا بتاعته تبقى زوايا صعبه على الميه ان هي تعدي منها. الموضوع ما يبقاش سهل على الميه وما يبقاش فيه نفاذيه. في بعض الاحيان ممكن احط في الكونستراكشن جوينتس برضو ماده منعه للنفاذيه، او بستخدم على الاقل ماده رابطه ما بين الجزئين. في عندي ما يسمى بالتمبراري جوينتس او الفواصل اللي بتبقى بالمنظر اللي قدامك دوت. الفاصل اللي بتبقى بالمنظر اللي قدامك ده بتبقى فواصل موجودة في الخرسانة العادية. بنسيب الخرسانة بتاعتنا خالص، وبعد ما الخرسانة يحصل لها أي شروخ بنبتدي إن إحنا نشطب الفواصل بالمنظر اللي قدامك ده. وده بتبقى في حالة الخرسانة اللي هي العادية، مش الخرسانة المسلحة. احنا عارفين ان في معظم الخزانات الطبيعي ان انا حتى بعد ما بعمل القاعده العاديه طبيعي ان انا بعزل بماده عازله بكامل المسطح بتاع العاديه على اساس ان انا امنع اي تسريب ميه موجود ما بين الارض الى حتى طبقه الحديد اللي موجوده السفليه تحت في الخرسانه. طيب تعال نشوف مع بعض كده الديزاين بتاع السلايدنج بيز elevated and resting on soil rectangular tanks. لو انا عندي تانك بالمنظر دون، الابعاد بتاعتي في البلان ال اكس، في والارتفاع بتاعي اتش. الطبيعي في عندي الخزان ده عباره عن جزئين، جزء خاص بالوولز وجزء خاص بالبيز او الفلور. انا عندي الخزان ده مفصول فيه الوولز عن الفلورز، وبالتالي انا هتعامل مع كل عنصر على حده بعيد عن التاني ككونتينيوتي ما بين الاثنين في حاله السترينج اكشن. تعال ما نبتدي بالوولز كده. لو انا عندي وول بالمنظر ده هو موجود في خزان، الطبيعي ان هو هيبقى عليه ووتر بريشر بالمنظر اللي قدامك دوت. وانت عارف ان الووتر بريشر ده هو بيبقى قيمته عبارة عن جاما ووتر مضروبة في الاتش. ده ووتر بريشر موجود على الوول. طيب لو انا اعتبرت ان الخزان ده هو عليه استريب 1 متر، الطبيعي ان الوولز ديت كلها متصلة مع بعضها افقيا، متصلة مع بعضها افقيا. اما بالنسبه لشريحه راسيه فانا ما عنديش اي كونتينيوتي ما بين الخزان والبيز، وبالتالي لما اجي ابص للاستاتيكال سيستم بتاع الوول ده هو مش هلاقي له سبورت فوق ولا له سبورت تحت لان ما هوش شغال مع البيز. وبالتالي هتلاقي الوولز ديت هي سبورتد لبعضها، يعني الوول ده السبورت بتاعه التو وولز العموديين على بعض هم دول اللي ياخدوا الرياكشن بتاعه. وعندي الول اللي قصاده الول ده وده
برضو بيمثلوا السبورت بتاعه وهياخدوا الرياكشن بتاعه، وبالتالي الوولز اللي هي مثلت سبورت للتو وولز التانيين هتخلي الرياكشن يتزن افقيا. طيب لما اجي ابص على ان انا هاخد شريحه في اتجاه انتقال الحمل هو افقي، وبالتالي الشريحه بتاعتي لازم تتاخد في اتجاه انتقال الحمل. لو انا بصيت على اكبر شريحه عليها لود هي الشريحه اللي موجوده تحت، الطبيعي اللود متغير بيبتدي صفر من فوق لان مفيش اي ووتر بريشر، وينتهي بجاما ووتر في اتش تحت خالص عند قاع الخزنه. انا ممكن اخد شريحه بارتفاع 1 متر واخد عليها كونستانت بريشر قيمته جاما ووتر في اتش علشان اسهل على نفسي. يبقى في الحاله ديت لو انا جيت خدت شريحه، الشريحه بتاعتي هتبقى كلوزد بنفس ابعاد الخزان، وكل وول عليه بريشر او حمل موزع قيمته جاما ووتر في اتش. طيب اقدر اخد الشريحه وبواسطه الثري مومنت ايكويشن اقدر ارسم عليها البندنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام. لو انا ركزت الحمل ده كده اللي هو عباره عن جاما ووتر في اتش ضربته في ال واي وقسمته على الاثنين، يديني الرياكشن اللي رايح للوول ده والرياكشن اللي رايح للوول ده هو نفس قيمه النورمال، وقيمه النورمال ديت هتبقى شد لان الحمل بيحاول يشد في الوول. لو انت ركزت الحمل اللي فوق ده هو ما بين نقطه A و B وجيت الرياكشن هيبقى رياكشن رايح للوول بي سي ورياكشن رايح للوول اي دي، وقيم الرياكشن ديت برضه بتمثل لي شد. طيب عشان اجيب البندنج مومنت دايجرام هروح اطبق في الثري مومنت ايكويشن. انت عندك قيمه الام اي بتساوي الام بي بتساوي الام سي بتساوي الام دي، وبالتالي هتقول الام اي مضروبه في زائد 2 الام بي في الاكس زائد الام سي مضروبه في الواي بتساوي ناقص 6 الار الاستيك، والار الاستيك هي عباره عن جاما ووتر في اتش اللي هو الحمل مضروبه في ال اكس تكعيب على 24 زائد الحمل الثاني اللي هو ده جاما ووتر في اتش مضروبه في ال واي تكعيب على 24. هنا المعادله هيبقى مجهول فيها عزم واحد لان كل العزوم بتساوي بعضها، اقدر اجيب قيمه العزم. مجرد ما تجيب قيمه العزم هتبدا توقعه على مناطق النيجاتيف مومنت في جميع الاتجاهات. لو انت عايز تجيب المومنت اللي في الاتجاه البوزيتيف اللي هو خارج الخزان هنزل اوصل بخط منقط وانزل دبليو ال تربيع على 8 وبالتالي احصل على قيمه العزم البوزيتيف. قد يتواجد عندك حلين، ممكن الحل يبقى ان العزم او ممكن العزم يفضل داخل الخزان على حسب الابعاد بتاعه الوولز. طيب لما تيجي تبص للقطاعات، كل القطاعات اللي بره الخزان هتتصمم اير سايد سيكشن ده في حاله المومنت، لكن كل القطاعات اللي موجوده داخل الخزان ديت الشد بتاعها مرسوم جهه الميه وبالتالي هي ووتر سايد سيكشن. فهتلاقي عندك القطاع 2 هو عباره عن اير سايد سيكشن، اما القطاع 1 و3 هم عباره عن ووتر سايد سيكشنز. اما تيجي تبص على تسليح الخزان بتاعك هتلاقي التسليح الرئيسي بتاع الحوائط هو ان انا عندي هنا في المنطقه ديت في نيجاتيف مومنت، وبالتالي السيخ بتاعي لازم يبقى ماشي بالمنظر اللي قدامك ده، ويجي السيخ الثاني يعمل معاه مقص كده، يبقى انا سيفت منطقه النيجاتيف مومنت اللي جوه الخزان. طيب المنطقه دي احتمال تبقى فيها بوزيتيف مومنت واحتمال يفضل العزم كله نيجاتيف. في الحاله دي بعمل السيخ بالمنظر اللي قدامك ده، يبقى ده شكل التسليح بتاع
الخزان بتاعي في حالة أما الوولز تبقى مفصولة عن الأرضية بواسطة الجوينت اللي بنسميها سلايدنج بيز جوينت. التسليح اللي قدامك ده تسليح رئيسي. لو أنا جيت خدت الركن كده وكبرته تلاقي الركن بالمنظر اللي قدامك ده. طيب لو أنا عايز أكبر شوية القطاع في منطقة النيجاتيف مومنت على أساس إن منطقة النيجاتيف مومنت هي ووتر سايد سكشن أو العزم موجود فيها داخل الخزان، بينما منطقة البوزيتيف مومنت بيبقى اير سايد سكشن ومبقاش مطلوب عندي إن القطاع يبقى كبير شوية. لو أنت عايز تاخد قطاع الخزان كله قطاع صغير على الاير سايد سكشن وتكبر فقط في منطقة النيجاتيف مومنت، ممكن أعمل هونش زي بالمنظر اللي قدامك ده. طيب لما باجي أعمل وصلات الحديد بيبقى عندي في منطقة الهونش في حديد بالمنظر ده كده، ده اللي هيعمل مقص مع الحديد اللي جاي من هنا والحديد اللي جاي من هنا. ببدأ أمشي بالسيخ بتاعي عشان منطقة المقص وأبدأ أقيس من الوصلة هنا منطقة طول ال دي. يا إما السيخ بتاعك بينتهي بالمنظر اللي قدامك ده كده لو الهونش بتاعي مسافة كبيرة، أو لو الهونش بتاعي المسافة بتاعته ما هياش كبيرة، في الحالة دي بضطر إن أنا ألف السيخ بالمنظر اللي قدامك ده. يبقى أنا عندي الرسمة دي فيها الحديد ده حالتين، يا إما الحالة دي يا إما الحالة دي على حسب المسافة بتاعت الهونش وطول الامتداد بتاع الهونش. ممكن أعمل أكتر من هونش يا جماعة، يعني ممكن أجي في منطقة النص دي وأقوم جاي واخد خط كده بالمنظر ده مكبر الهونش على الول ده، وبعدين واخد من نفس النقطة دي خط عامل هونش تاني. في الحالة دي بيبقى الشغل بتاعي دبل هونش وكل حديد لازم يعمل مقص من التاني. ده لو أنا عايز أوفر في كميات القرصنة في الولز. طيب تعال نشوف إكزامبل على الولز كده. طالب مني بيقول لك ديزاين ذا وولز اوف سلايدنج بيز ريكتانجل ويز دايمنشن 3x5 ام بلان، يعني ابعاد البلان بتاعي 3x5 اند هايت 4 متر، مديني الارتفاع بتاع الولز 4 متر. اول خطوه هحسب اللودز جاما ووتر في اتش، جاما ووتر ب 10 في الارتفاع 4 يديني 40. هاخد ستريب عند اللار بتاع الخزان، وبالتالي الستريب بتاعتي هتاخد نفس ابعاد الخزان ويبقى عليها بريشر جاما ووتر في اتش اللي هو قيمتها 40. ادخل احسب الستريننج اكشن بواسطة ان انا اعمل ابلاي الستريم مومنت ايكويشن عند نقطة A مثلا. يبقى انا عند الام دي مضروبة في بعد 3 زائد 2 الام A في بعد 3 زائد بعد 5 زائد الام بي في بعد 5 بتساوي ناقص 6 الار الاستيك، والار الاستيك زي ما احنا قلنا قبل كده هي قيمه الدبليو في ال تكعيب على 24، هتطلع القيمه بتاعتي ب 45 و 208.3، هبتدي اعوض بالمجموع بتاعها اللي هو 253.3، العزوم كلها بتساوي بعض، وبالتالي اقدر اجيب العزم النيجاتيف اللي قيمته هتطلع ب 63. هروح اركز الحمل اللي هو 40 في 3 على الاثنين يديني قيمه التنشن اللي هنا وقيمه التنشن اللي هنا، و40 في 5 على الاثنين يديني قيمه التنشن على الوول بي سي وعلى الوول اي دي. هروح اوقع النيجاتيف مومنت بتاعي بقيمه 63 وهنزل من النص بتاع الوول دهوت لبعده 5 متر، 40 في 5 تربيع على 8 يطلع لي العزم البوزيتيف هنا في الحاله دي 62. هنزل من العزم 63 و63 على الوول اي دي قيمة 40 في 3 تربيع على 8، فهلاقي العزم هنا ما قلبش والقيمة دهيت الفاينل قيمتها 18، وبالتالي هتلاقي عندي القطاعات اللي هتصمم القطاع واحد ده عبارة عن قطاع ووتر سايد سيكشن العزم عليه ب 63 والتنشن بتاعه ب 100، في قطاع مماثل له هنا عليه العزم ب 63 برضو بس التنشن بتاعه ب 60، فناخد الكريتيكال اللي التنشن بتاعه ب 100.
هتيجي عند القطاع 3 مش لازم اصممه، لان عندك العزم بتاعه 18 والتنشن بتاعه 100 فما هوش. بينما العزم عند القطاع رقم 2 قيمه العزم 62 وقيمه التنشن بتاعتي 60، ونوع القطاع ده اير سايد سيكشن، فهو حاله مختلفه القطاع. عندي دلوقتي قطاعين او 3 هروح اصممهم بنفس الكلام اللي انت خدته قبل كده. انا هبتدي وليكن بالقطاع رقم 1 اللي عليه عزم ب 63 وتنشن ب 100. يمكن الاسلوب اللي احنا مستخدمينه في التصميم هنا انا ما لحقتش اصلحه على الكود الجديد، فهتلاقي فيه بعض الحاجات خاصه بالكود القديم حتى هوضحها لك اثناء عرض. انا عندي التير المفروض ان هي 55 جذر المومنت زائد 30 في الحلقه. المومنت بتاعي بحطه بقيمه 63، بطلع قيمه التي بتاعتي بقربها لاقرب 50 متر. طلعت في الحاله بتاعتنا 445.6، قربها ل 450، او ممكن اعتبر ان هي في حدود ال 500 عشان ما اصممش القطاع ويطلع القطاع بتاعي انصيف. يبقى انا عندي قطاع دلوقتي التخانه بتاعته 500 في شريحه هصمم. عايز اجيب قيمه الاف سي تي ان، هي عباره عن قيمه التنشن على الاريا. عايز اجيب قيمه الاف سي تي ام، هي عباره عن قيمه المومنت الاي على الواي بتاعت القطاع او قيمه المومنت على الزد. هجمع قيمه الاف سي تي ام على الاف سي تي ان، اجيب الفورسز اللي هي او الستريسز اللي بتقع فعليا على القطاع. عشان اجيب الالوبل هخش في العلاقه بتاعت التي فيرشوال، تساوي 1 زائد قيمه الاف سي تي ان على الاف سي تي ام. بعد ما اجيب التي فيرشوال هخش اجيب الايتا 1 في ايتا. الكود القديم كان فيه قيمه اسمها ايتا والقيم بتاعتها كانت مختلفه شويه عن الكود اللي انتوا خدتوه، فتلاقي فيه اختلاف ما بين الايتا 1 في ايتا اللي انت بتجيبها والايتا اللي موجوده في الامثله اللي هنا. هخش اجيب قيمه الاف سي تي اللي هي الالاوبل، اقارن الاف سي تي بقيمه الاف سي تي ان زائد الاف سي. لو لقيت الاف سي تي ار على ايتا اكبر يبقى في الحاله ديت انا في السيف. طبعا انبه تاني ان انا عندي القيمة دي القيمة ديت 55 مش عارف البن مش شغال ايه. القيمة ديت 55 جذر ام، وعندي القيمة دهيت هتبقى ايتا 1 في ايتا، والقيمة ديت مختلفة شوية عن القيمة المحطوطة هنا بناء على التخانة بتاعتك. التخانة بتاعتي حوالي 566، هتلاقي القيمة ديت قريبة من القيمة تقريبا 1.8، لأن أكبر قيمة في الجداول الجديد ده 1.4 عند تخانة 600. يبقى أنا عندي هنا القيمة دي هتبقى في حدود 1.8 و30 كده. طالما انا فرضت ان القطاع بتاعي اصبح 500 ووصلت لمرحله ان انا عندي الاستريسز بتاعت سيف، هاخد خطوه بعد كده ان انا هبتدي احسب الحديد. عشان احسب الحديد لازم احول السترينج اكشن ال 63 وال 100 ل ام التيميت و تي التيميت عشان اخش على الخطوه بتاعت حساب التسليح. هضرب المومنت في 1.5 وهضرب التي في 1.5 وابتدي اخش في العلاقه بتاعت ان انا احسب الاي هي قيمه الام التيميت على التي التيميت. اطلع القيمه بتاعتها اقارنها بالتي على 2 عشان اشوف انا الحاله بتاعتي سمول اكسنتريستي ولا بيج اكسنتريستي. هتلاقي الحاله بتاعتك خرجت بره القطاع وبالتالي هي بيج اكسنتريستي، فهمشي ديزاين ام التيميت اس ابروش زي ما خدنا المره اللي فاتت. احسب الاي اس، هجيب الام التيميت اس في العلاقه بتاعت الدي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت على الاف اس يو في البي،
هجيب السي 1، بعد ما اجيب السي 1 هجيب جي، اخش في العلاقه بتاعت ام التيميت اس على البيتا كراكنج في الاف فيلد في الجي في الدي زائد التي التيميت على البيتا كراكنج في الاف فيلد على جاما اس. هتلاقي برضو في اختلاف ما بين الكود القديم والكود الجديد في قيمه البيتا كراكنج المفروض. بعوض بجيب قيمه التسليح بتاعي بالمليمتر المربع في الاخر. عدد الصيغ بتاعي لازم يبقى ما بين 5 و10 علشان سهوله التنفيذ. طبيعي ان 5 زي ما قلنا ده حد كود و10 ما هوش حد كود بس لسهوله التنفيذ. كده يبقى انا جبت التسليح الرئيسي. هاخد سكندري ستيل خاص بالقطاع دهوت قيمته 25% من مساحة التسليح. أدخل على القطاع الثاني اللي عليه عزم ب 62 وتنشن ب 60 وإير سايد سيكشن. الطبيعي إن أنا هخش الخطوة ديت على حساب التسليح مباشرة. ليه؟ أنا عندي دايماً اللي بيطلع تخانة أكبر هو القطاع النيجاتيف. فإما أخد التخانه بتاعت القطاع النيجاتيف امشيها على القطاع البوزيتيف اللي هو الاير سايد سيكشن، يبقى الابعاد بتاعت القطاع بتاع الاير سايد سيكشن موجوده وبالتالي اتعامل معاها. يا اما الجا ان انا اطلع للاير سايد سيكشن تخانه خاصه، وفي الحاله ديت انت هتعمل هونش في الخزان او هتعمل دبل هونش. لازم الهونش بتاعك يغطي لغايه العزم اللي يجي عند ان هو يجيب لك التخانه بتاعت الاير سايد سيكشن. العزم الووتر سايد سيكشن يديك تخانه الاير سايد سيكشن عشان ما يحصلش اي تشريخ في المسافه بتاعت الهونج. ده ديزاين عادي خالص زي انت خدته ام التيميت وتي التيميت موجودين عندي. اقسم علشان اجيب الاي وهقارنها بالتي على 2 هيطلع الشغل بتاعي كله بيج اكسنتريستي. واحنا قلنا قبل كده ان 90% من الخزانات بيطلع الديزاين بتاع القطاعات بتاعتها ام وتي والشغل بتاعها بيطلع بيج اكسنتريستي، يعني الديزاين تقريبا شيب ثابت. بعدها بحسب الاي اس، بعدها بحسب الام التيميت اس، واخش في نفس الخطوات اللي فاتت لغايه لما اوصل للحديد. بحول الحديد سياخ ما بين 5 و10 بالقطر المناسب. لو انت عايز تصمم القطاع الثالث صممه، لو عايز تقلل في الحديد تقلل، عايز تمشي عليه نفس الحديد بتاع القطاع الكبير مفيش مشكله. طيب ده بالنسبه للولز. اصعب حاجه بالنسبه للولز ان انا اجيب لك خزان الابعاد بتاعته مش زي بعضها. في بعض الأحيان بيبقى فيه خزانات إمبلان الشكل بتاعها شبه منحرف. الشكل بتاعها شبه منحرف. وبالتالي لما تيجي تبص على قطاع الخزان هتلاقي السترينج أكشن بتاعته مش ماشية زي اللي معمولة دي. لا ده أنا هيبقى عندي فيه عزمين مجهولين مش عزم واحد. دي اصعب حاجه ممكن تتعمل في النوع ده من الخزانات، او ان انا اديك اكتر من اربع اضلاع. طيب بالنسبه للامتحان، احنا هنهتم بالخزان اللي هو الشكل المستطيل اللي هو الاشكال اللي احنا بنستخدمها غالبا في المحطات وخلافه. طيب تعالى بص على الفلور. الفلور هتلاقي نسبيا في الديزاين بتاعه غير الولز. يعني الولز لو الخزان بتاعك ريستد اون سويل او الخزان بتاعك اليفيتد ما يفرقش. هتلاقي الديزاين بتاع الولف نفس التصميم بالظبط مفيش اي فرق. لكن الفلور هنا تختلف. الفلور بتاعي قد يكون ريستد على الارض وفي الحاله دي هيبقى شغال زي نظام القواعد. او في حاله تانية ان الفلور ده يبقى اليفيتد ومرفوع على مجموعه من الكوب وبالتالي هيشتغل كانه بلاطه سقف. كده كده في كل الاحوال انت عندك اللود اللي موجود على البيز
هي عبارة عن اللودز بتاعة الوول أو أحمال الوول الأون ويت بتاعتها، ودي بتمثل حمل موزع على المحيط بتاع الفلور. بالإضافة إن أنا عندي على المساحة كلها في عندي ووتر لود أو حمل المية، ضيف عليها كمان الأون ويت بتاع الفلور، الوزن الذاتي بتاع الفلور، وبالتالي أنا عندي أربع أحمال موجودين على البيز. أول حاجة الوتر، الوتر، تاني حاجة اللود بتاع الفلور، تالت حاجة اللود بتاع الوول الأون ويت. ولو أنا عندي الخزان ده له كفر من فوق، الخزان ده لو له كفر من فوق فالكفر ده هيبقى ريستد على الوول، وبالتالي هيظهر عندك حمل جديد اللي هو الخاص بوزن الكفر بتاع الخزان أو وزن التغطية بتاعة الخزان، هيجي كحمل موزع برضه مع الوولز. يبقى أنا عندي الويت بتاع الوولز والويت بتاع الكفر بتاع الخزان والاون ويت بتاع البيز والويت بتاع الووتر. تعال ما نشوف بقى، انا عندي حالتين من انواع الخزانات، في اليفيتد وفي ريستد اون سايت. تعال ما ناخد كل حاله على حده ونتكلم ايه اللودز اللي هتديني ستريننج اكشن. تعال ما ناخد اول حاجه حاله الاليفيتد تانك، حاله الاليفيتد تانك. حالة الاليفيتد تانك الطبيعي ان الخزان ده بيبقى مرفوع على مجموعة من الكمرات ريستد على وولز مثلا في الكورنر، وبالتالي هتلاقي البلاطة بتاعتك دي يا وان واي يا تو واي، يا وان واي يا تو واي. هتلاقي اللودز اللي موجود على المحيط الخارجي، اللي موجود على المحيط الخارجي هتروح للكمرات، هتروح للكمرات، وبالتالي انا ما عنديش اي حمل جاي من الوولز هيجي على البيز بتاع الخزان، وبالتالي هتلاقي عندك الويت بتاع الوولز ما هياش موجوده هتروح للكمرات، والويت بتاع الكفرنج نفس الكلام برضه هيروح للكمرات، اللي هي لو انا عندي الخزان ده متغطي الطبيعي ان اللود بتاعه هيروح للوولز، بعد كده الوولز هتديه للكمرات. اما اللودز اللي هي داخل الخزان فدي هتتنقل عن طريق شرايح البلاطه بتاع الارضيه تتنقل للكمرات اللي على الجنب، وبالتالي انا عندي كل الاحمال اللي هي موزعه ووزنها بالكيلو نيوتن للمتر مربع دي هتدخل معايا في الحساب. اول حاجه بشوف الخزان بتاعي وان واي ولا تو واي، وبعدين ببتدي اروح اجيب نسبه الريكتانجولاريتي ار، هي عباره عن ال لونج على ال شورت، ما عنديش اي كونتينيوتي في البلاطه بتاعه الارضيه، وبالتالي الهدف الرئيسي ان انا احسب دبليو الفا ودبليو بيتا اللي موجوده في الخزان بتاعي. لو انا عندي ال واي هو الطول الكبير بتبقى الدبليو بيتا في اتجاهها، ولو انا عندي ال واي هي الطول الصغير بتبقى W الفا في اتجاه. بعد كده باخد طبعا شرايح الخزان عليها الحمل بتاعها زي ما انت درست في البلاطات السوليد وابدا اصمم. بعد ما بتخلص المفروض ان انا بعمل ديزاين للبيمز بتاعه الخزان برضو بنفس الاسلوب اللي انت درسته قبل كده. في الاخر بيبقى عندك بلاطه، البلاطه ديت وان واي او تو واي، عندك حمل في اتجاه الشريحه اللي في اتجاه ال واي، وحمل في اتجاه الشريحه اللي في اتجاه ال اكس، وبالتالي بيبقى عندك الشريحتين دول حمل قيمه العزم بتاعي دبليو ال تربيع على 8، بقدر اطلع العزم بتاعي بالكيلو نيوتن متر، والديزاين بتاع القطاع ده بيبقى سيكشن في الحالتين، يعني زي القطاعات اللي انت خدتها زمان. شكل التسليح بتاعي بهتم دايما بالحديد اللي تحت اللي في منطقه، فبعمل طول رباط بالمنظر اللي قدامك ده، اما الحديد اللي فوق فهو عباره عن حديد ثانوي. في بعض الحالات بيبقى في عندي
هونش بالمنظر ده هو كده، وبتبقى حوائط الخزان ديت جوه، حوائط الخزان بتبقى جوه. في الحالة دي برضو بهتم بالحديد السفلي دوت، بلفه وبالمنظر اللي قدامك ده في منطقة الهونش على أساس إن أنا أسلحها، أما الحديد اللي هو الثانوي بيقف بالمنظر ده. في عندي حالات تانية ممكن يبقى شكل الخزان بالمنظر ده كده، والحوائط بتاعتي بتبقى والحوائط بتاعتي بتبقى بره. برضو اللي أنا بعمله بطلع حديد السفلي اللي شايل العزم بتاعي ونلفه بالمنظر اللي قدامك ده، ويجي التسليح العلوي يقف كده. تعال ناخد مثال على التانك ده، بيقول لك design the floor of sliding base rectangular elevated tank with dimension 5 متر في 5 متر، ابعاده 5 في 5 in plan، والهايت بتاعي 6 متر، ومديني ال weight of floor cover ب 4.5 كيلو نيوتن للمتر المربع. أول حاجة أروح أطلع تخانة مبدئية للخزان بتاعي. عشان أطلع تخانة مبدئية للخزانات ده أو النوع ده من الخزانات، باخد التخانة بتاعتي هي ارتفاع الخزان على 20. أنا عندي ارتفاع الخزان 6 متر، لأن إحنا عارفين إن بارتفاع الخزان بتزيد الوزن بتاع المية فبتزيد السترين جاكشن. هتاخد ارتفاع الخزان بتاعك على 20 هتدي 300 مللي، وبالتالي أنا هفرض التخانة على 300 مللي. عندي ال W هي عبارة عن جاما كونكريت مضروبة في T فلو زائد جاما ووتر في H زائد عندي كفرنج موجود على الفلور قيمته 4.5 كيلو نيوتن للمتر المربع، هيديني 72 كيلو نيوتن للمتر المربع. الخطوة اللي بعدها عندي بلاطة 5 في 5، أروح أجيب الـ R هتطلع بواحد، أدخل أجيب الألفا والبيتا هتطلع بنص ونص. دايما بتعامل يا جماعة في الخزانات مع جداول جراشوف اللي هي بدايتها نص ونص. بعد كده بدخل أجيب الـ W ألفا والـ W بيتا، هي عبارة عن الـ W كلها مضروبة في ألفا أو بيتا على حسب أنت بتحسب إيه. أنا طبعا عندي قيمتين متساويين، فهتطلع الـ W ألفا بتساوي الـ W بيتا بتساوي نص في قيمة الـ 72 هتديني 36. يبقى أنا عندي الشريحة الأفقية والشريحة الرأسية شايلين نفس اللود. هدخل أجيب السترينج أكشن، السبان بتاعي 5 متر، يبقى عندي 36 في 5 تربيع على 8 هيديني 112.6 كيلو نيوتن، وده عبارة عن إير سايد سيكشن. هروح أصممه، عندي التخانة بتاعتي ب 300، هدخل أجيب السي 1، بعد كده أجيب الجي، وبعد كده أجيب الإي إس كقطاع عليه عزم بس. يطلع التسليح بتاعي 10.18 للمتر الطولي. بعد كده هعمل ديزاين للكاميرات بتاعتي. الكاميرات بتاعتي المفروض ان هي شايله حمل مثلث من الارضيه، زائد شايله وزنها، زائد شايله وزن الحيطه بتاعتي. حاله الخزان هنا مفيش كفر فوق الحوائط، وبالتالي ما عنديش اي احمال جايه من الكفر. طيب حالة الريستنج اون سويل تانك، حالة الريستنج اون سويل، لو انا جيت على الاربع احمال اللي انا اتكلمت عليهم في البدايه، هتلاقي عندك اول حاجه لازم تستخدم كل اللودز اللي عندك دي واروح اجيب الاستريس تحت الفلو. لازم اعمل تشيك على البيرنج كاباستي. انت عندك في السويل نت رياكشن اللي هو الدبليو، تمام، اقارنه بحسابات البيرين كاباستي واشوف هل انا عندي دلوقتي الستريس الزياده على الارض ولا لا. زياده على الارض الطبيعي ان انا لازم اقلل في ارتفاع الخزان. طيب طلعت البيرين كاباستي اكبر من الرياكشن اللي جاي على الارض، يبقى في الحاله ديت الخزان بتاعي سيف من جهه الاستريس. انت عندك بقى بعد كده الويت بتاع الوولز والويت، دول احمال موزعه على الفلور، احمال موزعه على الفلور، وبالتالي الارض هترد عليهم بنفس اللود. يعني لو انت عندك موبايل كده مثلا في ايدك وجيت حطيته على الارض، تلاقي الموبايل لو انت حطيته على الارض
الارض بترد عليه بحمل موزع زي ما هو رادد عليها بحمل موزع. بينما لو جيت ضغطت على كل طرفين وكل حرفين من احرف الموبايل ده وكانت تحتك ارض مثلا رمليه ولا حاجه، هتلاقي الموبايل بيطلع من النص. فعندي دايما اللودز اللي هي بتاثر على الحواف بتاع الفلور دي بتسبب لي ستريننج اكشن على الفلور، بتسبب لي ستريننج اكشن على الفلور نفسه. وبالتالي هتلاقي داخل كل الاوزان بتاع الوولز، زائد لو في كفر للخزان من فوق. فالكفر احنا اتفقنا ان اللود بتاعه هيروح للولز وبعد كده هينزل من الولز على الاحرف بتاعه البلاطه وبالتالي يعمل لي مومنت. طيب نحسب المومنت ده ازاي؟ الدبليو اللي بتحسب عليها هي عباره عن الويت بتاع الولز والويت بتاع الكفرنج بالكيلو نيوتن يتقسم على الاريا، يتقسم على الاريا. يبقى كانك الولز بتاعتك هي شغاله سبورتس وجاي لك حمل موزع من تحت من الارض لفوق، وبالتالي العزم بتاعك هيبقى دبليو ال تربيع على 8 للشريحه بس مقلوب لجوه الخزان. وبعمل فيها نفس اللي انا عملته قبل كده وبقدر اطلع العزوم بتاعه الشرايين. غالبا بيبقى الخزان في حاله الريستنج كونسول طبعا مرفرف رفرفه بسيطه كده، وبالتالي الرفرفه البسيطه دي هتفرق معاك في وجود عزم في منطقه الصدر. لكن في بعض الاحيان احنا بنهمل العزم ده نتيجه ان هو بتبقى قيمه صغيره من الحسابات. الطبيعي ان الديزاين بتاع العزم الرئيسي اللي موجود داخل الخزان هو ديزاين بتاع ووتر سايد سيكشن. الحديد هنا بيبقى الحديد العلوي هو الحديد الرئيسي، اما الحديد اللي تحت بيبقى حديد ثانوي. وما ننساش ان من ضمن الاشتراطات اللي انا اديتها لك المره اللي فاتت ان شبكه الحديد السفليه في حاله الريستنج اون سويل تانك بيبقى ليها نسبه من مساحه الخرسانه. تقدر ترجع للمحاضره اللي فاتت وتربط ما بين النقطتين دول. في حاله وجود هونش بيبقى الحديد بتاعي العلوي هو الاساسي، ما ينفعش اخده وادخله في الهونش وانما باخده بالاسلوب ده وارجع اجيب الحديد اللي تحت اسلح بيه الهونش. في حاله وجود هونش عكسي بقدر بالصيغه بالمنظر ده كده وابدا اطلعه جوه الهونش، او ممكن اوقفه تحت واجيب الحديد السفلي الفه داخل الهونش. ده ينفع وده ينفع، بس يفضل ان انا اجيب الحديد بتاعي الفه بالمنظر اللي قدامك. تعال ما ناخد مثال على ريستنج اون سويل تانك ونشوف بيتحل ازاي. طالب مني ديزاين للفلور بتاع السلايدنج بيس تانك. التانك بتاعي وزاوت كفر مديني الدايمنشن بتاعتي امبلان 4 في 4 والتوزيعه بتاعتها ربع متر وربع متر، وعندي المسافه او الاسبان في النص 3.5 متر، ومديني الارتفاع بتاع الخزان بتاعي 3 متر، ومديني الويت اوف فلور كفر اللي هو بيغطي الارضيه قيمته نص كيلو نيوتن للمتر المربع، ومديني البرين كاباسيتي بتاعتي ب 100 كيلو نيوتن للمتر المربع. اول خطوه عندي هروح افرض تخانه للول، ولتكن التخانه بتاعت الول 300، هروح افرض تخانه للارضيه. في حاله الريستنج اون سويل ريكتانجولار تانك بناخد التخانه بتاعتي ازيد شويه لتقريبا الضعف من الخزانات الاليفيتد. يعني الخزان الاليفيتد احنا خدنا التخانه بتاعته هي الارتفاع على 20، هنا ممكن تاخدها الارتفاع على 10 او الارتفاع على 12، لان هنا الديزاين بتاع القطاع طبعا ووتر سايد سيكشن. هروح افرض التخانه هي عباره عن اتش على 12، يعني هتطلع ب 250 مللي. هروح اعمل خطوه تشيك على البيرنج كاباستي، هقول سيجما الفيرتيكال لود بتاعي هي عباره عن الول لود زائد البيز لود زائد الويت اوف ووتر. اول حاجه هحسب الويت بتاع الولز، هي عباره عن تخانه الول
مضروبه في جاما كونكريت، مضروبه في ارتفاع الوول، مضروبه في مجموع اطوال الوولز ان بلان. وفي الحاله دي بشيل المنطقه المشتركه، بشيل المنطقه المشتركه. فانا عندي هاخد حيطه المفروض 3.5 متر، هنا في اخطاء، يعني المفروض ديت 2 في 3.5، وبعدين عندي 2 في 3.5، هشيل منها 3 من 10 من هنا و3 من 10 من هنا، هتطلع 2 و9 من 10. يبقى انا بطلع كده الوزن بتاع الحائط بتاعي بالكيلو نيوتن. لو انا عايز اطلع الوزن ده بالكيلو نيوتن للمتر المربع، هقسمه على مساحه الارضيه، هقسمه على مساحه الارضيه. عندي مساحه الارضيه 4 في 4، وبالتالي يطلع عندي الوزن بتاع الحوائط بالكيلو نيوتن للمتر المربع 20.8 من 10. عندي الويت بتاع البيز بتاعي، هي عباره عن جاما كونكريت مضروبه في التخانه بتاعت البيز، هتطلع بالسته وربع، هتزود عليها الكفر اللي هو قيمته بنص هنا، تطلع 6.75 كيلو نيوتن للمتر المربع. هطلع الويت بتاع الووتر، هي عباره عن جاما ووتر في اتش هتطلع، وبالتالي انا عندي التوتال هو عباره عن قيمه 20.8 من 10 زائد 6.75 زائد ال 30 كحمل ميه، هيديني 57.55. القيمة دي أقل من 100، وبالتالي أنا عندي التربة الاسترس بتاعها سيف. الخطوة اللي بعدها هروح أحسب اللود بتاع الشريحة بتاعتي. أنا عندي الول لود بتاعي كان ب 20.8 من 10، كان ب 20.8 من 10 كيلو نيوتن للمتر المربع، ده اللود اللي هيأثر عندي. عندي الخزان بتاعي مربع، وبالتالي ال W ألفا بتساوي ال W بيتا بتساوي نص، فهيبقى عندي قيمة ال W ألفا في W بيتا بتساوي نص في 20.8 من 10، هتطلع 10.4 من 10. يبقى أنا عندي شريحتين كل واحدة شايلة 10.4 من 10، هتاخد كل شريحة منهم بالأبعاد بتاعتها وتروح ترسم عليها العزم. لو جيت بصيت لقيمة العزم، هتلاقي قيمة العزم عند الرفرفة اللي هي الربع متر ديت ب 3 من 10، بينما العزم اللي موجود في النص ب 15.6 من 10. ال 3 من 10 ديت ممكن تهملها، احنا قلنا قبل كده ان العزم بتاعها بيطلع قيمة صغيرة. راح اصمم القطاع الووتر سايد سيكشن هنا عند 15.6 من 10، ما انساش بس ان القوانين ديت قديمة، فهاخد 55 جذر ام وهكمل عدد خالص، ما عنديش اي نورمال على القطاع، وبالتالي هيبقى عندي اف سي تي ام بس. قيمه الايتا ما انساش ان هي ايتا واحد في ايتا، لا قيمه جديده. بعد ما القطاع طلع سيف، هضرب الاسترنج اكشن بتاعتي في 1.5 واصمم اجيب التسليح بتاعي. برضه في الكود القديم ما كانوش بيهتموا قوي بالتسليح، فكانوا ممكن ياخدوا فاي 12 فاي 10، لكن في الكود الجديد احنا بنتعامل مع فاي 12. وفي الاخر ببدا اسلح القطاع بتاعي. لو انا جيت بصيت على شكل التسليح بتاع الخزان الاليفيتد تانك كله على بعض، تلاقي شكل التسليح بالمنظر اللي قدامك. بالنسبة للبيز، التسليح الرئيسي فيها هو التسليح دوت في حالة الاليفيتد، والتسليح ده المنقط، ده التسليح بتاع الشريحتين ال W ألفا وال W. بس خد بالك، لو انا راسم الطول بتاعي ده هو الطول القصير، يبقى الحديد اللي هو الخط، لان دايما الفرش بتاعي بيبقى في اتجاه الطول الصغير. اما لو راسم الشريحه بتاعتك على الطول الكبير، خلي بالك المنقط يظهر الاول، المنقط يظهر تحت. عود نفسك دايما في الخزانات لما تيجي تاخد قطاع، ارسم الطول الصغير
لان انت بتبقى مايل بفكرك ان انت ترسم الخط بتاع الحديد الرئيسي اللي هو تحت. انا عندي دايما الفرش في الحاجات السوليد، بلاطات السوليد، بيبقى مع الطول الصغير. دي اول ملحوظه في الحديد. الحديد اللي فوق بيبقى كله حديد ثانوي، كله حديد ثانوي. تعالى على الحيطه، الحديد المنقط ده هو، وده هو الحديد الرئيسي. بس خلي بالك الحديد اللي جوه ده بتاع الووتر سايد سيكشن، اما الحديد اللي بره ده بتاع الاير سايد سيكشن. اما باجي ارص الرأسي، الرأسي ده ثانوي، ده ثانوي. اما باجي ارص الحديد الرأسي والحديد الافقي، برصه تنفيذ. دايما لما باجي احط، بحط حديد رأسي وبعدين اربطه بحديد مايل، وبعدين ابتدي احط الحديد الافقي ده. انا بحط، بوقف الحديد الرأسي الاول وابدا اديله ايه، سيخ مايل كده مثلا، بحيث ان هو يمسك الرأسي. وكل ما اوقف سيخ رأسي اربطه في السيخ المايل، كل ما اوقف سيخ رأسي اربطه في السيخ المايل، وهكذا. والسيخ المايل ده بيبقى ريستد على الارض عشان السياخ اللي هي اللي انت موقفها راس دي. بعد كده ببتدي احط الحديد الافقي، اوزعه نفس اللي عملته جوه بعمله بره. بوقف الحديد واربطه بحديد مايل، اوقف سيخ مثلا وبعدين سيخ على بعد مسافه 2 متر، واقوم واخد ما بينهم نهيز او سيخ مايل، وبعدين ابدا اوقف ما بين السيخين اللي انا وقفتهم في الاول مجموعه سياخ راسيه، وهكذا. بعد ما اوقف مجموعه السياخ الراسيه ابدا ارفع عليهم السياخ الايه؟ السياخ الافقيه. لازم تاخد بالك وانت بتنفذ الحديد، لان الحديد ده الطبيعي لو واحد زقه من الجنب وما كانش الحديد ده معمول كويس، كل اللي انت عملته الشغل راح في الارض. انت مش بتعيد بس الشغل ده، انت بتقعد تفك سلك الرباط من الاول وتوقف الحديد من الاول، فطبعا مجهود. لازم تاخد بالك من الحديد ده اثناء التنفيذ. الخزان ده بالاسلوب ده هوت او بالشكل ده، هو تنفذ في الول من جوه لبره، من جوه لبره. وبالتالي النجاره المبدئيه لما جت تتعمل، اتعملت النجاره المبدئيه. النجارة المبدئية دي بتبقى عبارة عن بيعملوا حطة، محطة سفلية، وما بين الحطتين دول بيبقى في مجموعة عروق رأسية، عروق رأسية، تمام. ومع العروق الرأسية ديت بيبقى قدامها في بقى الحديد اللي هو الخشب اللي هو اللاتزانا، اللي هو الخشب العادي خالص. الحيطة الوش بتاعها من الجهادي بيطلع مظبوط ظبط تام، بيطلع نظيف. طيب لما باجي ابص على الحيطة من الجنب التاني، ايه اللي بيحصل فيها؟ بيجوا ما بين الحيطتين دول يقوموا عاملين دكمة حديد، تبقى عبارة عن قطر كبير من الحديد متربط مع الحديد بتاعك، وايه؟ ومحطوطة بالمنظر ده. ويجي يقوم جاي موقف النجارة بتاعة الجهة التانية، بتبقى عبارة عن مجموعة الألواح اللي تظهرنا برضو، تمام. ديت الألواح اللي تظهرنا اهي، وبعدين في عرق ورا، والمفروض ان هو ما بين العرق ده والعرق التاني بيعدي زرجينة ويربط على الاثنين دول. اما بيربط على الاثنين دول، الدكم بتمنع الشده ان هي تلم على بعضها. دكم الحديد اللي هي في النص دي، ديت اسمها دكم. تمام؟ وفي نفس الوقت ديت اسمها ايه؟ زرجينه. احنا عندنا مشكله هنا.
ان الزرجينه دي زمان كانوا بيعملوها ازاي؟ بتبقى ماسوره كده وتعدي ويعدي منها الزرجينه، او بتبقى عباره الزرجينه زرجينه بلدي بيعدي سيخ حديد وبيربط شمال ويمين. الكلام ده ما ينفعش في الخزانات، لان لو حطيت ماسوره في ميه هنا، ولو حطيت سيخ حديد زي الزرجينه البلدي فرصه الصلاه بتاعت سيخ الحديد ده كبيره، وبالتالي انت بتعمل مشكله في الخزان. هنا بيستخدموا في الخزانات نوع من مع وجود الزرجينه نوع من الوصلات بيسموها وصلات زرجينه بتاعه خزانات. وصله الزرجينه بتاعه الخزانات بتبقى عباره عن وصله بالمنظر اللي قدامك ده، زي ما انا هرسم كده، بليت سوليد مقفول خالص، تمام؟ وبعدين عند حته هناوت بقلوز، وعند حته هناوت عكسها بقلوز، بيدخل الزرجينه من هنا يربطها، والزرجينه من الجهه الثانيه بيربطها، ودي بتبقى في نص الحيطه، تبقى مكانها هنا كده، وبتبقى من مادة ظهر ما يأثرش في موضوع الصدى، وبتبقى مطلية. بعد ما يفك الزرجينة منها من الجهادي والزرجينة منها من الجهادي، تيجي المية تخش ما تنفعش تخش، بيدولها مادة تشطيب داخل الفتحة دي، وبالتالي بقت عندك المنطقة دي مفصولة فصل تام ومعزولة عزل تام. ده نوع الزراجين اللي احنا بنستخدمها في الخزانات بتاع المية، وده شكل الشداد بتاعتي. في حالة البيز طبعا بتفصل الحديد بتاعك افقي ورأسي زي ما احنا اتكلمنا، وبيتحط على البلان زيه زي البلاط اللي انت خدتها قبل كده، على حسب شكل البيز بتاعك. في حالة الريستنج كونسول تانك هتلاقي مفيش فرق يذكر ما بين الالفيجن، غير ان التسليح الرئيسي بتاعي هو التسليح اللي فوق، اما التسليح الثانوي هو اللي تحت. وزي ما قلنا ده الكود بيديله اشتراط بحيث ان انت ما تقلش عن قيمه معينه. برضو لو جيت بصيت للول ده، طالما وقفت راسي افقي راسي افقي، يبقى الول ده يتنفذ من بره. اما في حاله ان انا لو وقفت العكس يا جماعه، الشده بتتعمل العكس. يعني انا لو حطيت راسي افقي رأسي افقي، يبقى كده اتنفذت العكس، يبقى كده انا عندي الوش النظيف او اللي هيبقى فيه الحطط بره. الحطه دي اللي انا بستلم منها الرأسيه يا جماعه، واللي بيطلع عندها الوش النظيف بتاع الحيطه. ده مهم؟ اه ده مهم، لان انت ممكن تطلع الوش اللي مش نظيف للحيطه بره، ويبقى هو عايز الحيطه اللي بره ديت يستفيد منها في حاجه. يعني في احد الخزانات كنا عاملين خزان ريستد اون سويل في جامعه 6 اكتوبر، فالطبيعي ان انا عايز الوش النظيف بتاع الحيطه يبقى بره، لانه هيبقى جهه المباني بتاع الجامعه. يبقى في الحاله دي الخزان بتاعي يتنفذ الشده بتاعته من بره لجوه. اما في حاله ان انا هستخدم خزان عادي، فانا ببقى محتاج الوش اللي جوه يبقى وش نظيف، عشان لما اجي اشطب عليه الطبقات بتاعه العزل يبقى عندي وش نظيف جدا. وفي نفس الوقت انا مش هستخدمها بره في منظر جمالي او حاجه. يبقى انت بتحدد اللي انت عايزه، او المصمم نفسه بيحدد اللي هو عايزه وبيرسم الحديد بتاعه على اللوحه. انت لازم تبقى قاري الشده من الحديد. ده شكل الحديد على البلان. طبعا بتحدد الهونش بتاعك بتاع الارضيه موجود فين، وبترسم الشكل بتاع الحديد اللي يتناسب مع الهونش في النهايه. احنا عايزين يعني زي ما عندنا محمد صلاح في الكوره مثلا بقى عالمي، عايزينكم برضو تبقوا عالميين كده. عشان كده انا يمكن مدي لكم الايه المحاضره دي بالتفصيل شويه، لان انا يهمني قوي ان انتوا تبقوا شاطرين في التنفيذ. انا هوريك شويه فيديوهات، شويه الفيديوهات دي هتفرق معاكم نسبيا. ده تيبيكال ووتر ستورج تانك كونستراكشن.
أتمنى بس إن الفيديوهات الموجودة دي تحمل. طيب يعني مش مكتوب لكم ان الفيديوهات دي هتتحمل؟ مفيش ولا فيديو حمل. طيب انا هحاول الفيديوهات دي يعني اظبطها ورا بعضها كده، وحتى هنحطها في المحاضرة اللي هتحط على اليوتيوب إن شاء الله. مش عارف ده كان في مجموعة فيديوهات كويسة جدا، بس تقريبا انتوا ملكوش نصيب يعني. ابعتهم على الجروب بتاع الواتساب، نعم ممكن ده تبعتهم لو كبيرة، تبعتهم. ده فيديوهات كبيرة. طيب عموما انا هحاول اعرضها كده ورا البرزنتيشن برضو من الكمبيوتر، وندمج الملفين ان شاء الله، ونحطه لكم على اليوتيوب. كده انا خلصت المحاضرة بتاع النهاردة، اللي عنده اي سؤال احنا مستعدين ان شاء الله. هو دكتور سؤال بس في